والآن الكلمة مع الكاتب المسرحي الجميل ورئيس نادي أدب الخنكة الأستاذ محمد كامل. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا معظم اللاعبين إن شاء الله يعرفوا العبد الله المهندس محمد كامل موظف بحي الأراضي الخيرية. أستاذ محمد اسم الكاتب. رئيس نادي أدب بس خط الخنكة، عضو عامل بنادي المركزي للألوبية، عضو اتحاد كتاب مصر. الحمد لله يعني كثير جدا، بس أنا عاوز أقول كلمتين. دايما التاريخ والمجد هما اللي بيتكلموا عن الأشخاص، يعني هما اللي بيتكلموا عنك، لكن لما أنت تتكلم عن نفسك ما أنت مالكش ولا مجد ولا تاريخ. احترام لأي حد. ودائما الشعار بتاعنا نحن نادي أفعال لا أقوال. القصيدة اللي أنا أقولها من ديواني الجديد، وإن شاء الله طبعا الأستاذ غدر رضوان ولا بيراجع، وطبعا شرف ليا اللي هو بيراجع الديوان، والحمد لله يعني أثنى على الديوان. وده العمل رقم 30 في مسيرتي الأدبية إن شاء الله. بستان الدم، بستان مزروع، المية دموع والأرض دلوع، ملوية هم، طرح أحزان وعبير دخان، وطرح إنسان من لحم ودم، ربيع بهتان نسم البستان، وصور كمان عمال بيضم، اتهد الصور واتسرق النور، ورياح بصخور تجهد أم، وليد البلاد تحت الأنقاض، منادي اللي جنب واحد أبكم والتاني أصم، الدم حياة أسرار جواه وقلوب شايلاه ومين يهتم، دم البساتين طرح فساتين، شهداء عايشين يا ولاد العم، الصوت صداه مليون آه في كل اتجاه وخايفين نتلم، صرخ البستان مليون تعبان في طوق إنسان بيسقيه سم، بعد ما كان بيطرح بستان طرح إنسان غرقان في الدم، غرقان في الدم. نورت الدنيا يا استاذ محمد كامل، وطبعا كلنا عارفين مجهودك وعارفين شغلك الراقي والشغل اللي انت عملته في نادي ادب الخنكه. بصراحه ما اتعملش 100 سنين مشهدك بذلك، والفريق العمل اللي معاك كله بجد بشيرة ومحمد عبيد. لا لا يا ريس، لا ازاي بقى، لا لا انت كبير بعملك اللي على الارض اللي باين من نوادي الادب المحترمه اللي فعلا بينت شغل جامد في فتره وجيزه. ربنا يوفقك وانت وفريق العمل اللي معاك كله، ربنا يوفقكم.